بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا بعد ما تكلمنا في الجزء الاول من الورشة دي عن المفهوم العام بالنسبة للهيماتوبويتيك نيوبلازم as general، وتكلمنا عن مفهوم الليوكيميس as general، نجي نشوف بعد كده المين تايبس اوف ليوكيميا. بالتحديد نبدأ نتكلم عن الاكيوت ليوكيميس. الأكيوت ليوكيميس المقصود به شنو؟ أكيوت ليوكيميس are tumors in which early myeloid or lymphoid progenitors blast culminate in the bone marrow and to varying degree spill into the peripheral blood and infiltrate other tissues. يعني ببساطة المقصود بالأكيوت ليوكيميس اللي هو شنو؟ مجموعة من التيومرز أو النيوبلازم اللي فيه اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إنه إحنا بيكون عندنا early myeloid أو early lymphoid progenitor cell اللي هو ما يعرف بالبلاست، يعني اللي هو الميلوبلاست أو الليمفوبلاست. بنلقى إنه الميلوبلاست أو الليمفوبلاست بتجمع في البون مارو، تمام؟ بعد ذاك بيطلع وبيمشي برضو للبريفيرال بلود. بعد ذلك ممكن يحصل قصة بتاعت infiltration للأذر تيشوس، يعني إنه الخلايا دي تمشي تخترق الأنسجة الثانية. إذن المفهوم العام بالنسبة للأكيوت ليوكيميس إنه هي مجموعة من التيومرز اللي بيحصل فيها شنو؟ إنه بيكون في زيادة في البرودكشن بتاع شنو؟ الليمفوبلاست أو الميلوبلاست. الليمفوبلاست أو الميلوبلاست ديل بيتجمعوا في البومرو، بعد ذلك بيحصل لهم شنو؟ اللي هو migration للبريفرال بلد، بيمشي البريفرال بلد، بعدك ممكن يمشي ويعمل infiltration لأذر تيشوز. الليوكيميك بلاست اللي ذكرناهم ديل بنلقى إنه شنو؟ هم بيكونوا subprimitive cell as to be non-functional. يعني أول حاجة الخلايا دي هي شنو؟ very primitive cell، يعني خلية بدائية شديد. الحاجة الثانية إنه هي non-functional، يعني ما بتقدر تأدي وظيفة. إذا هي يعني الخلية دي إذا هي ما مشت بالنورمال ماتوريشن ستيج ما حتقدر تأدي الوظيفة المطلوبة منها، فبالتالي هي في المرحلة دي هي ما بتكون قادرة تأدي الوظيفة المطلوبة منها. والحاجة الثانية إنه شنو؟ إنه وجود الليوكيميك بلاست بيؤدي لإنه يحصل إيقاف أو تثبيت للعملية بتاعت اللي هو شنو؟ النورمال هيماتوبويتيك إليمنتس برودكشن إن ذا بون مارو، يعني العملية بتاعت الهيماتوبويزس اللي هو البلاد سيل برودكشن which take place in the bone marrow المفروض انه يحصل بشنو؟ في الوضع الطبيعي. فهنا لا، وجود الخلايا دي اللي هي البلاست بتعطل لشنو؟ للاداء بتاع البون مارو، بحيث انه شنو؟ انه ما بيتم العمليه بتاعه الهيماتوبويزس او البرودكشن بتاع البلاد سيلز بصوره الطبيعيه. فعشان كده حنلقى انه شنو؟ انه اغلبيه السيمبتومز اللي بتظهر على البيشن ريليتد تو شنو؟ related to the pancytopenia. يعني بنلقى انه البلاست سيلز دي هي بتعمل شنو؟ هي بتعطل الاداء بتاع البومرو، بحيث انه البومرو بيفقد المقدره بتاعته على انتاج الخلايا بصوره طبيعيه. فعشان كده حنلقى انه في pancytopenia، في total reduction في كل انواع البلاست سيلز، not just white blood cell، لا حتى الوايت بلاد سيلز مع الوايت بلاد سيل البليتلتس مع البليتلتس الار بي سيز. عشان كده حنلقى انه شنو؟ انه اغلبيه الاعراض اللي بتظهر على البيشن هي عندها علاقه بشنو؟ عندها علاقه بانه في بان سايتوبينيا. ضيف على ذلك بنلقى انه شنو؟ انه التشخيص بتاع الاكيوت ليوكيميس بيعتمد، التشخيص ده بيعتمد على شنو؟ بيعتمد على البلاست سيل كاونت، إنه البلاست سيلز دي هي بتمثل كم من النيوكليتيد سيلز اللي موجودة في البون مارو. إذا لقينا إنه البلاست سيلز اللي موجودة في البون مارو هي بتمثل 20% أو أكتر من 20% من النيوكليتيد سيلز اللي موجودة في البون مارو، في الحالة دي إحنا ممكن نقول إنه الشخص المعني ده عنده أكيوت ليوكيميس. طبعا 20% أو أكتر من 20% ده حددوا ناس الـ WHO بالتحديد، لأنه في ناس تانين قبل الـ WHO اللي هم ناس الفاب ديل كان قالوا إنه البلاست سيلز تكون 30% أو أكتر من 30%. إذن إحنا قلنا إنه الأكيوت ليوكيميس بيتميز بإنه شنو؟ إنه هو نوع من التيومرز اللي بيحصل فيه شنو؟ بيكون فيه برودكشن للإيرلي مايلويد أو لينفويد بروجينيتر سيل اللي هو الميلوبلاست أو الليمفوبلاست اللي بتجمع في البون مارو، وكمان بيمشي للبريفرال بلد. مش البريفرال بلد بعد ذاك بيمشي بيعمل إنفلتريشن برضو للأذر تيشو.
ضف على ذلك انه الخلايا دي اللي هي الليوكيميك بلاست هي ما بتكون قادره تؤدي الوظيفه اصلا, يعني ما بتقدر تؤدي وظيفه, هي نون فانكشنال. ضف على ذلك ان هي بتعمل سبريشن للاداء بتاع البومرو, فبالتالي البومرو بيكون معطل وما قادر يعمل انتاج للنورمال بلاد سيلز, عشان كده حيكون في بانسايتوبينيا. البانسايتوبينيا اللي هو التوتال ريدكشن في كل انواع البلاد سيلز ده بيؤدي لانه شنو, انه يكون في اعراض معينه في ساينس سيبتومز معينه على البيشنتس. التشخيص بتاع الأكيوت ليوكيميا قلنا بيعتمد على شنو, على الكمية بتاعت البلاست مقارنة بشنو بالنيوكلياتيد سلس اللي موجودة في البومر. فإذا لقينا البلاست كان بعادل 20 أو أكتر من 20% من النيوكلياتيد سلس اللي موجودة في البومر, هنا في الحالة دي إحنا بنشخص وبنقول إنه الشخص ده عنده أكيوت ليوكيميا. ضف على ذلك إنه شنو, إنه البلاست في نورمال كونديشن هي بتكون شنو أقل من 5%. نجي بعد كده نتكلم عن الإيتيولوجي والباثوجينيسيس. بنلقى إنه أغلبية الحالات بتاعت الأكيوت ليوكيمياس, وزي ما ذكرنا أصلا زمان إنه شنو, إن الليوكيمياس والكانسرس عموما الإكزاد كوز بالضبط كده العامل المسبب للمرض ما بيكون معروف. إكزاد كوز كده إحنا ما معروف, ما وصلنا للمرحلة دي. ف الباثوجينيسيس والإيتيولوجي الكلام ده بنلقى إنه شنو, يعني المسبب الرئيسي ما واضح until now, لكن في مجموعة من الريسك فاكتورز اللي بتتداخل مع بعضها البعض. في جزء من الريسك فاكتور متعلق بالجينيتيك ميك أب, في جزء متعلق بالإنفايرومنتال فاكتور, بتداخلوا مع بعض وبيزيدوا من حدوث اللي هو شنو تعرض الشخص للأكيوت ليوكيميس. فإذن الفكرة شنو, إنه زي ما قلنا إنه في مجموعة من الريسك فاكتور بيسببوا شنو, بيسببوا ميوتيشن, بيسببوا طفرات تغيرات بتحصل على مستوى الجينات اللي مسؤولة عن اللي هو شنو, اللي مسؤولة عن تنظيم السيل ريجوليشن اللي هو ريجوليشن of the cell proliferation and differentiation. يعني بنلقى إنه شنو, إنه في جينات معينة هي الجينات دي وظيفتها الأساسية إنها تعمل تنظيم لشنو, للبروليفريشن بتاع الخلايا وللعملية بتاعت الديفرنشيشن, انه الخلايا دي تتميز وتقوم تدينا specific type of cell. فالكلام ده بيتحكم فيه مجموعة من الجينات. الجينات لما تحصل فيها طفرات, الطفرات دي الحصلة دي في النهاية بتأدي لانه شنو, انه يحصل certain type of the acute leukemias. فعموما الجينات دي بتضمن لنا مين للأنكوجينز والتيومر سبريسر جين, وإحنا عارفين إنه الأنكوجين هو جاي من البروتو أنكوجين. البروتو أنكوجين ده لما يحصل له أكتيفيشن بدينا الأنكوجين, والأنكوجين ده بيساعد في إنه يحصل بريفريشن وإنه يحصل سيل جروس بصورة أنكنترولابل بدون ما يحصل استجابة للجروس فاكتورز اللي مسؤولة عن التنظيم بتاع السيل بريفريشن والسيل جروس. التيومر سبريسر جين إحنا عارفين إنه الجين ده مسؤول عن شنو, عن الحكاية بتاعت الأبيبتوزس, إنه الجين ده هو بيعمل induce للأبيبتوزس. فإذا هو حصل فيه مشكلة بيكون ما قادر يؤدي الوظيفة المطلوبة منه, فبالتالي شنو الخلايا دي أو التيومر سلس بالتحديد هي ما حتستجيب للتيومر سبريسر جين, فبالتالي حتكون شغالة تزيد في الأعداد بتاعتها بدون ما يكون في شيء بوقف في الإنتاج ده. فنجي نتكلم عن الريسك فاكتور أو الريسك فاكتورز اللي بتزيد من شنو, من تعرض الشخص للأكيوت ليوكيميس, اللي هو أول حاجة عندنا عوامل متعلقة بالإنفايرومنتال فاكتورز لايك الأيونايز راديشن. فبنلقى إنه الناس اللي بيتعرضوا للأيونايز راديشن والناس اللي بيتعرضوا للإكس رايز ديل بيكونوا شنو, يعني at risk إنه يحصل لهم شنو ليوكيميس. كذلك استخدام بعض من الدركس بتعرض الناس اللي هو شنو, في ناس بيستخدموا سيرت دركس, يعني بالذات الناس اللي بيكونوا under chemotherapy زي الميلفلان, الناس اللي بياخدوا التريتمنت ده اللي هو نوع من أنواع الchemotherapy بيكونوا معرضين للأكيوت مايلويد ليوكيميا, اللي هو مثلا شخص عنده مايلوما وبياخد تريتمنت بشنو, باستخدام chemotherapy معين. فالchemotherapy المعين ده بيكون بيدخل في مشكلة تانية, يقوم يدخل في مشكلة بتاعت أكيوت مايلويد ليوكيميا. كذلك بعض من الانتي كانسر دراكس بتعمل انديوس للمايلوداسبلاستيك تشانج, انه يحصل تغيرات على مستوى المايلوداسبلاسيا اللي هو بتأدي انه شخص ده يحصل له مايلوداسبلاستيك سيندروم. وكذلك ممكن يحصل بعض من الكروموزوم الابنورماليتيز بسبب الانتي كانسر دراكس, فبالتالي شنو, فبالتالي ممكن يحصل ليتر اون اللي هو شنو الاكيوت مايلويد ليوكيميا.
كذلك من ضمن الحاجات المتعلقة بالانفايرومنتال فاكتورز اللي هو الكيميكالز زي البنزين. البنزين ده من ضمن المواد الكيميائية اللي بتعمل شنو؟ من ضمن المواد الكيميائية اللي بتعمل لنا كروموزوم الابنورماليتيز، فبالتالي شنو بتزيد من حدوث الاكيوت ليوكيميا، كذلك بتزيد من الريسك بتاع انه يحصل مايلوداس بلاستيك سيندروم وانه يحصل اي بلاستيك انيميا. تاني على كده عندنا الجينيتيك ديزوردرز. الجينيتيك ديزوردرز بنلقى انه في بعض من الامراض الجينية اللي متعلقة بفرصة او بشنو بزيادة فرصة حدوث الليوكيميس، بالتحديد الاكيوت ليوكيميس زي الداون سيندروم. الداون سيندروم الناس اللي عندهم داون سيندروم ات ريسك انه يحصل لهم اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا او اكيوت مايلويد ليوكيميا، يعني ممكن يتعرضوا لاي نوع من انواع الاكيوت ليوكيميس. كذلك الناس اللي عندهم فانكوناي انيميا ات ريسك انه يحصل لهم اكيوت مايلويد ليوكيميا، والناس اللي عندهم اتاكسيا الانجكتازيا دول بنلقاهم ات ريسك انه يحصل لهم اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا او انه يحصل لهم نون هوتشكين ليمفوما. تاني على كده عندنا من ضمن الريسك فاكتور اللي هو الاكويريد ديزوردرز، في اللي هو شنو يعني عندنا اكويريد ستيم سيل ديزوردرز مثلا زي البروكسايم النوكتشورنال هيموغلوبينوريا وزي الاي بلاستيك انيميا، ديل ممكن يتحولوا لشنو للاكيوت ليوكيميا. يعني في بعض من الامراض المكتسبه ممكن شنو ممكن يحصلها ديفلوبمنت وتتطور وتتحولين لاكيوت ليوكيميا. كذلك الأكيوت مايلويد ليوكيميا كمثال بنلقى إنه شنو إنه هو ممكن يكون arise from de novo اللي هو يعني primarily يعني ما بيكون في سيرتي الريسك معروف كان، أو secondary نتيجة لإنه في مرض معين أو في ريسك فاكتور معين كان واضح اللي هو يعني مثلا نتيجة لإنه في شخص كان عنده مايلويدس بلاستيك سيندروم. نجي بعد كده نتكلم عن الفاب classification of the acute leukemias. الفاب اللي هو ده اختصار لـ French American British Classification. الناس ديل قالوا شنو؟ الناس ديل قالوا انه نحن بنشخص انه الشخص ده هو عنده أكيوت ليوكيميا لما نجي نحسب البلاست ونجي نلقى انه البلاست مثل لنا شنو 30% او اكتر من 30% من الخلايا اللي موجودة في البوميرو، اللي هو بتحديد من الخلايا النيوكلياتيد سولز اللي موجودة في البوميرو. إذن إحنا ناس الفاب ديل قال إنه إحنا لما نلقى 30% أو أكتر من 30% من النيوكلياتيد سولز اللي موجودة في البوميرو عبارة عن بلاست، في الحالة دي إحنا بنقول إنه شخص ده عنده أكيوت ليوكيميا. التصنيف بتاعهم ده اتعمل عام 1976. الحاجة الثانية إنه شنو؟ إنه كان تصنيفهم الأول ده بناء على المورفولوجي وبناء على السيتوكيميكال كاركترستيك اوف ذا بلاست سيل. يعني هو مسكوا البلاست سيل من ناحية المورفولوجيكال كاركترستيك ومن ناحية السيتوكيميكال كاركترستيك اللي هو بيحددوه عن طريق الاستخدام بتاع السيتوكيميكال استين. بعد كده بنلقى انه الناس ديل حدثوا من نفسهم شويه، حدثوا من الكلاسيفيكيشن بتاعهم شويه، لو عملوا ريفايزد كلاسيفيكيشن بناء قاموا شو في الحاله الثانيه او في الكلاسيفيكيشن الثاني المحدث، هنا بيجوا بيعتمدوا ضمنوا باراميترز ثانيه غير حكايه المورفولوجي وغير الحكايه بتاعت اللي هو شنو غير الحكايه بتاعت السيتوكيميكال كاركترستيك. قاموا ضافوا باراميترز ثانيه اللي هم ديل بيتضمنوا لنا شنو بيتضمنوا لنا البروجنوزس برضو والإميونوفينوتايبين والسيتوجيناتيك والمولكولر جيناتيك. إذن الريفايزد فاب كلاسيفيكيشن تضمن باراميترز، الباراميترز دي هي بتأثر على البروجنوزس، يعني من خلال الباراميترز اللي ضافوها الجداد ديل بيجوا يقدروا يحددوا البروجنوزس إنه الكانسر ده أو الأكيوت ليوكيميا المعني ده هل الشخص ده حيستجيب لتريتمنت، حيعيش حوالي فترة كم كده يعني. فبالتالي شنو بيقى التصنيف بتاعهم الجديد ده او المحدث بيقى معتمد على المورفولوجيكال والسيتوكيميكال كاركترستيك، وبرضو بيعتمد على الاميونوفينوتايبين والسيتوجيناتيك والموليكولر جيناتيك. فالريفايزد فاب كلاسيفيكيشن بالنسبه للاكيوت مايلوجينوس ليوكيميا قسموهم من ام عندنا ام 0 عندنا ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 و5 و6 و7. فأول واحد M0 هنا شنو هنا بيقول لك minimally differentiated acute myeloid leukemia. هو ده طبعا احنا بنتكلم عن الفاب كلاسيفيكيشن او الريفايزد فاب كلاسيفيكيشن بتاع الاكيوت مايلوجينوس ليوكيميا. فعندنا M0 هنا بنلقى نشو الديفرينشيشن بيكون بسيط شديد او يكاد يكون منعدم، يعني حتى في بعض من المراجع بيقولوا انه في M0 without maturation
sorry without differentiation يعني في M0 في ناس أو في مراجع معينة بتقول إنه أساسا ما بيكون في differentiation, وفي مراجع تانية بتقول إنه في differentiation لكن بصورة بسيطة شديد. فهنا البلاست بيكون شنو لاك للمورفولوجيك والسيتولوجيكال ماركرز of the myeloblast. يعني البلاست الموجودة دي هي ما عندها شنو, ما عندها المورفولوجيكال والسيتوكيميكال ماركرز بتاعت الميلوبلاست, وبتكون عندها شنو الميلويد لينج انتيجينز. عندنا M1 هنا بنلقى انه عبارة عن acute myeloid leukemia without maturation, يعني هنا بيكون شنو ما بيكون في maturation, والبلاست بيمثل اكتر من 30%, وضف على ذلك انه شنو انه الخلايا دي هي بتصبغ لنا بالبيروكسيديز انزيم, فبيكون بيروكسيديز بوزيتيف. وضف على ذلك بنلقى انه شنو انه اقل من 10% من الخلايا عبارة عن برومايلوسايد وماتشور مايلويد فورمز. تاني على كده عندنا الM2 اللي هو الاكيوت مايلويد ليوكيميا with maturation, يعني هنا بيكون في maturation, فبالتالي بنلقى انه شنو انه برضو اكتر من 30% من الخلايا عبارة عن بلاست والبيروكسيديز بوزيتيف. لكن فرقه من M1 انه شنو انه اكتر من 10% من الخلايا عبارة عن برومايلوسايد وماتشور مايلويد فورمز, وحتى ممكن نلقى فيو اور رود. اذا يعني M1 وM2 فرقهم شنو, هم الاثنين كمية البلاست اكتر من 30%, هم الاثنين بدوني بيروكسيديز بوزيتيف. الفرق انه في الM1 بيكون ما في ماتوريشن, عشان كده يعني بنلقى انه اقل من 10% من الخلايا عبارة عن برومايلوسايد وماتشور مايلويد فورم, في حين انه M2 لانه في ماتوريشن هنلقى اكتر من 10% من الخلايا عبارة عن برومايلوسايد وماتشور مايلويد فورمز, وفي فيو اور رودز. هنعرف الاور رودز ده شنو لقدام. عندنا M3 ده بسموه بالأكيوت برومايلوسيتيك ليوكيميا, وهنا بنلقى إنه شنو إنه في برومايلوسايد, البرومايلوسايد الموجود ده بيكون هايبر غرانيولر, يعني فيه غرانيوليشن بصورة خرافية كمية كبيرة شديد. ضف على ذلك بنلقى إنه فيه كمية كبيرة من الأور رودز, والخلية اللي هي بالتحديد البرومايلوسايد, الخلية دي لما تكون هي هايبر غرانيولر وفيها كمية كبيرة من الأور رود بنسمي الخلية دي بفاغوت سيل. وبرضو في variant من M3 بسموه بM3V اللي هو hypogranular variant, يعني هنا بنلقى إنه شنو إنه البروميلوسايد هو بيكون شنو, هو بيكون فيه hypogranulation على عكس الحالة الأولى. يعني في الحالة الأولى اللي هو الحالة الرئيسية بيكون فيها hypergranulation, في granulation بصورة زيادة عن اللزوم, أما هنا في decrease في granulation. عندنا M4 بسموه بقى الأكيوت مايلومونوبلاستيك ليوكيميا, يعني هنا حيكون اللي هو شنو الخلايا فيها المشاكل متعلقة بالمايلوسايت والمونوسايت. عشان كده وكمثال يعني برضو بنلقي انه فيه شنو فيه M4 ده فيه M4 with eosinophilia برضو, يعني بيكون في شنو في M4 stage وكمان في eosinophilia. عندنا M5 اللي هو ده عبارة عن أكيوت مونوسيتيك ليوكيميا, يعني هنا التأثير بيكون على المونوسايت بالتحديد, يا الماتشور مونوسايت اللي هو برومونوسيتيك مونوسيتيك, هنا بيكون يعني في ديفرينشيشن وول ديفرينشيشن, يعني ديفرينشيشن أو التمايز حصل بصورة كويسة لدرجة لقينا برومونوسايت أو مونوسايت, عشان كده سموه بأم أو بسموه بأم 5B. وعندنا M5A اللي هو ده مونوبلاست, يعني هنا ما بيحصل ديفرينشيشن أند ديفرينشيشن, يعني الخلية دي ما حصلها تمايز وديتني في النهاية خلية ماتشور, لا استيل هي قاعدة ماتشور اللي هو في شكل بتاع شنو مونوبلاست. عندنا تاني M6 اللي هو الأكيوت إريثروليوكيميا, هنا بنلقى إنه مع المايلوبلاست في شنو في ديس بلاستيك إريثرويد بريكيزرز, يعني بنلقى إنه شنو إنه في تغيرات حاصلة على الإريثرويد بريكيزرز مع المايلوبلاست. M7 ده بسموه بالأكيوت ميجا كاريوسيتيك ليوكيميا, هنا برضو بنلقى إنه شنو إنه في بلاست بتاع ميجا كاريوسيتيك لينج بصورة واضحة شديد. بالنسبة للفاب كلاسيفيكيشن بتاع الأكيوت ليمفويد ليوكيميا, فناس الفاب قسموا الأكيوت ليمفويد ليوكيميا لل1 وال2 وال3. أوكي, ففي ال1 بنلقى إنه شنو إنه الخلية بتكون small في السايز بتاعها, بينما في ال2 الخليه بتكون هي لارج وهيتروجينس بوبوليشن, يعني لما نجي عين في الميكروسكوب بلقى انه في اختلاف كبير في السايز بتاعه الخلايا دي, وكل واحد فيهم شكل يعني حجمه مختلف عن الثاني, لكن الميزه العامه انهم احجامهم كبيره. بينما ال3 الخلايا هي برضو بتكون كبيره لكن شنو هوموجينس بوبوليشن, يعني لما نجي عين للكامفيلد بلقى انهم هم كبار لكن شنو
في هوموجينيسيتي، يعني كلهم بيكونوا في نفس السايز، بينما في النيوكليير كاركترستيك اللي هو الشاب بنلقى انه الشاب هو بيكون ريجولر في ال1، بينما في ال2 الشكل بيكون بتاع النواة irregular وبيحصل indentation في الكروماتين، بينما في ال3 النواة شكلها منتظم تمام وبتاخد لنا الشكل بتاع الاوفيل بيضاوي الشكل او دائري الشكل. ثاني على كده عندنا الكروماتين، الكروماتين بيكون كوندنس في ال1 بينما بيكون شنو dispersed كروماتين، يعني بيكون موزع كده في ال2، في ال3 بيكون final stabled. عندنا تاني النيوكليولس اللي المقصود به هو النوية، بنلقي انه النوية في ال1 بيكون شنو small وما واضح، يعني صغيرة شديد وما واضحة، ال2 بيكون مرئي visible والساي وفيه حوالي شنو يعني النيوكليولس زادة او اعداده حوالي 1 to 2 in number. ال3 بنلقي انه هو شنو usual prominent، يعني ده بيكون شوية اوضح من ذلك. اما التصنيف الثاني غير الفاب كلاسيفيكيشن عندنا الريفايزد دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اللي هو ده كان في 2008 للاكيوت مايلويد ليوكيميا. بنلقى انه شنو انه التصنيف الثاني ده اللي هو نفس الدبليو اتش او ده اللي اعتمدوا على المورفولوجي واعتمدوا على السيتوكيمستري وعلى الاميون فينوتايبين وعلى السيتوجيناتيك، وكمان اعتمدوا على الموليكولر جيناتيك وعلى الكلينيكال فيتشرز. احنا الحكايه بتاعت الاميون فينوتايبين والسيتوجيناتيك والموليكولر جيناتيك دول من خلالهم بنقدر نحدد البروجنوزس بتاع المرض، لانه المرض ده هيستجيب، الشخص ده هيستجيب للتريتمنت ولا ما هيستجيب وكده، وكذلك الكلينيكال فيتشر. فناس الـ WHO قالوا إنه شنو إنه نحنا بنشخص بناء برضو على البلاست، يعني إذا لقينا إنه البلاست كان 20% أو أكتر من 20% إحنا بنقول إنه شخص ده عنده أكيوت ليوكيميا، بينما ناس الفاب قالوا إنه شنو إنه هو يكون كمية البلاست تكون 30% أو أكتر من 30%. عندنا تاني اللي هو شنو نجي نتكلم عن الأكيوت مايلوجينوس ليوكيميا. الفكرة العامة بالنسبة للأكيوت مايلوجينوس ليوكيميا إنه هو نوع من النيوبلازم اللي بيحصل في الهيماتوبويتيك بروجينيترز اللي هو بالتحديد في شنو في المايلوبلاست. ليه؟ لأنه شنو؟ لأنه في أكويريد ميوتيشن، في طفرات مكتسبة حصلت، الطفرات اللي حصلت دي أدت لإنه يحصل منع للعملية بتاعت الديفرينشيشن، يعني الخلية دي هي قاعدة undifferentiated تمام، فبالتالي حنلقى إنه شنو حيحصل accumulation تجمع للإيماتشور مايلوبلاست في البوميرو. إذن الأكيوت مايلويد ليوكيميا هو نوع من النيوبلازم بتاع شنو الهيماتوبويتيك بروجينيتر زي ما قلنا. اللي بيحصل شنو إنه بيحصل أكويريد ميوتيشن، الأكويريد ميوتيشن اللي حصل في الهيماتوبويتيك بروجينيتر بيمنع إنه بيمنع الخلايا دي من إنه يحصل لها ديفرنشيشن بصورة طبيعية، فبالتالي هي حتكون قاعدة في الإيماتشور مايلوبلاست فور وين في البوميرو. اوكي برضو احنا بنسمي الاكيوت مايلوجينوس ليوكيميا بالاكيوت مايلويد ليوكيميا او بالاكيوت مايلوبلاستيك او اكيوت مايلوسيتيك ليوكيميا. ضف على ذلك بنلقى انه شنو انه حوالي 80% من البيشن اللي بيكونوا عندهم اكيوت مايلويد ليوكيميا بيكونوا عندهم كروموزوم الابنورماليتيز، بيكون عندهم تغيرات على مستوى الكروموزوم، التغيرات اللي حصلت دي بتكون غير طبيعيه. كمثال يعني او اغلبيه الحالات بيكون في شنو في ميوتيشن في طفرات، الطفرات اللي حصلت دي بالتحديد نوعها كروموزوم الترانسلوكيشن، انه يحصل اللي هو انه يحصل نقل لجزء معين من الكروموزوم لكروموزوم ثاني او في نفس الكروموزوم في حته ثانيه يعني. فالترانسلوكيشن اللي بيحصل ده بيؤدي لانه شنو انه يحصل خلل في الاكسبريشن بتاع شنو بتاع البروتو اونكوجين، فبالتالي البروتو اونكوجين بيبقى اونكوجين، يعني بيكون عندنا abnormal oncogen أو بيكون عندنا شنو abnormal tumor suppressor gene expression، فبالتالي شنو في النهاية حيكون عندنا uncontrolled cellular proliferation. يعني ببساطة في الحالة بتاعت الأكيوت مايلوجينوس ليوكيميا الهيماتوبويتيك بروجينيتر سيلز بيحصل فيها نيوبلازم. ليه؟ لأنه شنو لأنه في طفرة مكتسبة، الطفرة المكتسبة دي في الغالب بتكون شنو بتكون على مستوى الكروموزوم، وبالتحديد على مستوى الكروموزوم في شكل بتاع ترانسلوكيشن، انه يحصل نقل لجزء معين من الكروموزوم لحته ثانيه في كروموزوم ثاني كمثال يعني،
فالحاجة اللي بتحصل دي بتأثر على مستوى شنو؟ على مستوى الإكسبريشن بتاع التيومر سبريسر جين، وعلى مستوى الإكسبريشن بتاع الأنكوجين. وإحنا عارفين الجينين ديل مع بعض بينظموا الشغل بتاع السيل بروليفريشن. فبالتالي شنو؟ إذا التيومر سبريسر جين الإكسبريشن بتاعه بيقى فيه مشكلة، يعني حصل ريدكشن في الإكسبريشن بتاع التيومر سبريسر جين، أو الجين ده بيقى ما قادر يأدي الوظيفة المطلوبة منه، في كلتا الحالتين حنفقد المغدرة بتاعت إنه نسيطر على الخلية دي، بحيث إنه نقول لها إحنا ما عايزينك، أنت مفروض يحصل لك بروجرامي تسلدس. لا، هي ما هتسمع الكلام. ليه؟ لأنه شنو؟ لأنه تيومر سبريسر جين ده بيقى ما قادر يأدي الوظيفة المطلوبة منه، أو هو أساسا كميته بسيطة شديد. كذلك الأنكوجين ده أصلا في الحالات الطبيعية مفروض يكون قاعد في شكل بتاع بروتو أنكوجين، والبروتو أنكوجين زي ما عارفين هو بيعمل تنظيم لشنو؟ للسل ريجولي السل بريفريشن والسل جروس. فإذا الخلية دي اتحولت، أو الجين ده سوري اتحول من بروتو أنكوجين لأنكوجين، حنلقى إنه خلاص الأنكوجين ده بقى جين غير طبيعي، وحيعمل بريفريشن للخلية بصورة uncontrollable. ضف على ذلك بنلقى انه شنو؟ انه في بعض من الامراض الوراثيه والتوكسيك اكسبوشر اللي هو زي ما ذكرنا، مثلا اكسبوشر للكيميكلز، بيساهموا في شنو؟ في الباثوجينيسيس بتاع المرض في بعض من البيشن. نجي بعد كده نتكلم عن الكلينيكال فيتشرز بتاعت الاكيوت مايلويد ليوكيميا. الاكيوت مايلويد ليوكيميا اصلا عموما ممكن تحصل في اي عمر، لكن شنو بريدومينانت اكتر شيء في الادلتس. فرصه حدوث الأكيوت مايلويد ليوكيميا في الشيلدرين بيكون 10-15%، يعني 10-15% من الكيسز بتاعت الهول أكيوت مايلويد ليوكيميا بيحصل أكتر شيء بيحصل في الأطفال، بينما النسبة الثانية هو النسبة الأكبر بيكون وين؟ بيكون في الأدلتس. عموما الأكيوت مايلويد ليوكيميا إذر إنه يكون برايمري أو إذر إنه يكون شنو؟ سكندري. البرايمري ده إحنا بنسميه بيئة دينوفو، يعني شنو؟ ما بيكون في نون ريسك فاكتور معين كده. بينما شنو؟ بينما في السكندري أكيوت مايلويد ليوكيميا بيكون في ريسك فاكتور يعني واضح شديد، هو شنو؟ هو ساهم في حدوث الأكيوت مايلويد ليوكيميا. يعني مثلا شخص عنده مايلودسبلاسيا، ممكن المايلودسبلاسيا later on يحصل له transformation into acute myeloid leukemia. أو مثلا شخص عنده أي من الهيماتولوجيكال ديسيز زي المايلوبروفيتيف ديسيز، أو كان شخص بياخد في علاج بل كيموثيرابي. اوكي، نجي بعد كده نتكلم عن السيبتومز. واحنا زي ما قلنا اصلا اكيوت ليوكيميا as general السيبتومز اللي بتظهر على البيشنت كلها عندها علاقه بانه بيكون في بانسايتوبينيا، نتيجه لانه بيحصل شنو؟ انه بيكون في انفلتريشن للبومر وبواسطه النيوبلاستيك بلاست سيل. زين السيبتومز اللي بتظهر على البيشنت بتكون عندها علاقه بشنو؟ انه في سبريشن للبومر فانكشن، يعني البومر بيكون ما قادر يؤدي الوظيفه المطلوبه منه اللي هو انه ينتج الخلايا. ليه؟ لانه شنو؟ لانه حصل له انفلتريشن بالنيوبلاستيك بلاست سيل. فعشان كده حنلقى انه في انيميا، حيكون برضو عندنا ثرومبوسايتوبينيا، حيكون برضو في شنو؟ في نيتروبينيا. فبالتالي شنو؟ في جزء من الاعراض عندها علاقه بالانيميا، اللي هي الاعراض المتعلقه بالاعراض الانيميا اللي بتظهر على البيشنت زي الفيتيجيو الويكنس، كذلك الهايبر ميتابوليك استيت، وبرضو النيتروبينيا بتزيد من الريسك بتاع الريكرنت بكتيريال انفكشن كمثال. يعني فهنا قال انه شنو؟ النيتروبينيا ريزلتس in life-threatening infection by bacteria or opportunistic fungi, pseudomonas and commensal and thrombocytopenia. طيب احنا نتكلم عن النيتروبينيا. اول شيء النيتروبينيا اللي هو decrease في النيتروفيل count. فالديكريز لما يحصل نقص في النيتروفيل count نتيجة لانه البومر ده تم ايقافه او تم تثبيته، بحيث انه هو بيجي ما قادر ينتج النيتروفيل. فبالتالي شنو؟ الشخص ده حيكون at risk انه يحصل له bacterial infection، انه يتصاب ب opportunistic fungal infection، او انه يتصاب بالتحديد في bacterial infection ب pseudomonas او حتى بالcommensal. كذلك الحالة بتاعت الثرومبوسايتوبينيا انه يحصل reduction في البليتد count. الثرومبوسايتوبينيا بيتظهر في شكل بتاع شنو؟ bleeding manifestation. الشخص بيكون at risk انه يحصل له bleeding tendency. احنا عارفين انه البليتلت بتساهم في البرايمري hemostatic plug formation. البليتلت بمعنى اخر بتساهم في الايقاف بتاع البليدين، وانه نحن نقلل من البلود لوس. اذا كان اعداد الصفائح الدموية بسيطة شديد، الشخص ده حيكون at risk انه يحصل له bleeding. عشان كده حنلقى انه شنو؟ انه الاعراض اللي حتظهر اللي هي عندها علاقة بالبليدي بمانيفستيشن زي البتيكيا، زي
traumatic ecchymosis, gum bleeding, lip stacks, urinary tract, hemorrhage و fundal hemorrhage. نجي بعد كده من ضمن الأعراض المتعلقة بالacute myeloid leukemia patient اللي هو الكواجلوباسي. الكواجلوباسي اللي هو بالتحديد من اللي نشوف إنه شخص بيكون at risk إنه يحصل له DIC اللي هو disseminated intravascular coagulation و primary fibrinolysis، والاثنين دول مع بعض بيزيدوا من تعرض الشخص للهيموراجيك tendency أو bleeding tendency. ليه يلا الكلام ده بيحصل؟ الفكرة بتاعت الحكاية بتاعت DIC والبرايمري fibrinolysis بيزيدوا من الريسك بتاع البليدين، لأنه شنو في DIC ببساطة بيحصل clot formation اللي هو microthrombus بالتحديد بتكون في microcirculation، فبالتالي شنو بتكون بصورة عشوائية وبدون ما شنو بدون ما نكون نحن فعلا محتاجين للكلوت في اللحظة المعنية في المكان المعني. عشان كده بيحصل conception للcoagulation factor للplatelets. دي أول نقطة. الحياة الثانية البرايمري fibrinolysis إنه يحصل degradation للفيبرينوجين أو breakdown للفيبرينوجين بحيث إنه هو يتحول للفيبرين، فبالتالي حتى لو في loss يعني إحنا مثلا كونا كلوت، الكلوت ده قبل ما يكتمل هيحصل تحول للفيبرينوجين للفيبرين، فبالتالي الكلوت ده هيكون unstable. عشان كده الشخص هيكون at risk انه يحصل له bleeding tendency، انه يكون في abnormal bleeding. تمام، والabnormal bleeding بيحصل بصورة spontaneously، وكمان زي ما قلنا نتيجة لشو برضو الكلام ده بيكون نتيجة الثرومبوسايتوبينيا. يعني في DIC اكتر حاجة بتزيد من الريسك بتاع bleeding tendency في DIC انه بيكون في consumption للcoagulation factor وللplatelets. والDIC ده اكتر شيء بنلقاه في اللي هو شنو في acute myeloid leukemia M3 اللي هو البرومايلوسيتيك ليوكيميا. كذلك بنلقي انه بيحصل حاله بتاعت اكسترامدولار انفلتريشن اللي هو انه شنو انه الليوكيميك بلاست سيلز دي هي بتمشي تعمل انفلتريشن لاذر اورجانس زي الليمف نود، السبلين، الجانجيفيا، السكين. تمام، ولما يعني لما نلقى الليوكيميك بلاست دي اخترقت السكين بسموها بالليوكيميك كيوتوس. كذلك في السي ان اس اللي هو في المينينجز، فعندنا اللي هو الجانجيفيال هايبرتروفي وانه يحصل انفلتريشن للسكين اللي هو الليوكيميك كيوتوس. هنا قال شنو اللي هو يعني انه الليوكيميك بلاست هي قوم تصل لل زي ما قلنا للجانجيفيا وكذلك تصل للسكين. they may be found in monocytic type of acute myeloid leukemia M5 and M4. يعني زين الاثنين ديل مع بعض اللي هم الجانجيفيال هايبرتروفي والانفلتريشن اوف ذا سكين بيحصل اكتر شيء في شنو في المونوسيتيك تايب اوف ذا اكيوت مايلويد ليوكيميا اللي هو بالتحديد في الاكيوت مايلويد ليوكيميا M4 و M5. وده قال لك نتيجه اللي شنو نتيجه اللي انه بيحصل نورمال اللي هو شنو due to normal tendency of monocytes to extravasate into tissue. لانه اساسا بصوره طبيعيه المونوسايتس دي عندها ميول لانها هي تمشي شنو تاير وتمشي التيشو. كذلك من ضمن الاعراض اللي بتحصل للبيشن اللي هو الهيباتوسبلينوميجال. الهيباتوسبلينوميجال انه يحصل تضخم في الاسبلين وفي الليفر، وكمان اكتر شيء يا هو بيكون شنو بيكون في الحالات بتاعت الاكيوت مايلويد ليوكيميا. وده طبعا بيحصل ليه؟ لانه شنو لانه بيحصل زي ما قلنا انفلتريشن للليوكيميك بلاست سيل لاذر اورجانس بما فيهم الليفر والاسبلين. برضو عندنا كونديشن داني بيعرف بيه التيومر لايسس سيندروم. التيومر لايسس سيندروم ده عبارة عن شنو؟ قال it is a group of metabolic complications that can occur after treatment of leukemias also in lymphomas and is caused by breakdown products of dying tumor cells. يعني ببساطة التيومر لايسس سيندروم عبارة عن شنو؟ مجموعة من شنو؟ من الميتابوليك كومبليكيشن، يعني كومبليكيشن سواء مضاعفات عندها علاقة بالميتابوليزم. بيحصل متين؟ بيحصل بعد ما الشخص شنو يتعالج من الليوكيميا او من الليمفوما. طيب السبب الاساسي شنو للتيومر لايسس سيندروم؟ اللي هو السبب الاساسي انه بيحصل بريك داون للبرودكتس بتاعت الداين تيومر سيلز. يعني لما يحصل اللي هو شنو انه الخلايا دي الخلايا السرطانيه دي لما يحصل لها ديس تموت بيقوم بيحصل شنو يعني بيحصل ريليز للبريك داون برودكتس دي. فالبريك داون برودكتس بتاعت التيومر الداين تيومر سيلز دي هي اللي بتقوم بتسبب المشاكل. اوكي ليه؟ لانه شنو قال the killed tumor cells release intracellular ions and large amount of metabolic byproducts. يعني بنلقي انه الخليه السرطانيه دي لما هي تموت بتقوم بتطلع الانتراسيلولار ايونز اللي جواها وبتطلع كميه من الميتابوليك byproducts بتضم لنا البوتاسيوم والفوسفات والنيوكليك اسيد للسيستميك سيركيوليشن. اوكي فبالتالي الحاجه دي بتؤدي لانه يحصل بعض من التغيرات على مستوى الميتابوليك
activity اللي هو حيكون عندنا شنو، عندنا نقص كمثال، عندنا نقص مثلا، او عندنا اللي هو نقص في الكالسيوم مثلا، عندنا برضو زيادة في البوتاسيوم اللي هو بسموه بالهايبركاليميا، او انه يكون في زيادة في الفوسفيت اللي هو الهايبرفوسفاتيميا، او يكون في زيادة في اليوريك اسيد اللي هو الهايبر يوريكيميا، او انه يكون في زيادة في اليوريا اللي هو الهايبر يوريك، سوري انه يكون في زيادة برضو في البرودكشن بتاع اليوريك اسيد في اليورين، اوكي، او انه يكون في شنو هايبوكالسيميا برضو كذلك. الكلام ده في النهاية بيكون بيدي لانه يحصل شنو اكيوت يوريك اسيد نيفروباثي، وليتر اون ممكن يحصل رينال فيلير. نيجي بعد كده نتكلم عن اللابوريتوري فايندين اوف ذا اكيوت مايلويد ليوكيميا، اللي هو اول حاجة نجي نتكلم عن البريفيرال بلاد. قال شنو ذا كاركترستيك فيتشر از ذا بريزن اوف ذا بلاست ان ذا بلاد اند بون مارو ويز ريدكشن اوف نورمال هيماتوبويتيك سيلز. يعني اكتر حاجة بتميز الاكيوت مايلويد ليوكيميا انه شنو، انه في وجود للبلاست سيلز في البلاد وفي البون مارو، تمام. وطبعا وجود البلاست زي ما قلنا بيعطل اداء الجهاز اللي هو شنو اداء البون مارو، فبالتالي بيكون في ريدكشن في النورمال هيماتوبويتيك سيلز، يعني بيكون في ريدكشن في شنو، في الديفرنت تايب اوف ذا بلاد سيلز اللي بتم انتاجها بواسطه البون مارو. فالتوتال وايت بلس سيل كاونت عموما بنلقاه انه هو بيكون في الرينج بتاع شنو، في الرينج بتاع 20 ل 100، اللي هو في 10^9 عبر لتر. في بعض من الكيسز ممكن شنو، ممكن نلقى انه اللي الكاونت التوتال كاونت بتاع الوايت بلس يكون نورمال او ريديوس، الهيموجلوبين بيكون قالي وبيكون في الرينج بتاع 5-9 جرام بير ديسليتر. اما بالنسبه للبريفيرال سمير انه نحن بعد ما نشيل عينه ونمشي نحضر السيم بلود فيليم ونصبغه ونجي نعين اندر مايكروسكوب، حنلاقي انه الار بي سي دي عندها شنو، عندها نورمال سيتيك نورمال كروميك انيميا. يعني الار بي سي هي نورمال سيتيك نورمال كروميك ار بي سيز. الوايت بلسس بنلقى انه شنو، اصلا زي ما قلنا توتال وايت بلس اصلا بيكون كاونت، الكاونت بتاعه بيكون زايد. ضف على ذلك ممكن نلقى شنو، قال ليوكيميك بلسس مي ريبليس نورمال مايلويد سيريز ان ذا ميرو اند كان كوز نيتروبينيا. يعني الليوكيميك بلاس سيلز دي هي شنو، هي اللي بتحل محل النورمال مايلويد سيريز اللي موجوده في البون مارو، وهي شنو، هي اللي بتسبب تعطيل لاداء البون مارو ولوظيفته الاساسيه انه يعمل انتاج لشنو، للبلاد سيلز. ومن ضمن الحاجات دي بيحصل ريدكشن في النيتروفيل. اذا شنو، اذا وجود الليوكيميك بلاس سيل في البون مارو زي ما قلنا من قبل انه هو بيعمل تعطيل لاداء الجهاز اللي هو سوري لاداء البون مارو، فبالتالي البون مارو ما بينتج لنا بالتحديد النيتروفيل، فبيكون فيه برضو نيتروبينيا ممكن نلقى كده. الديفرنشيال كاونت بنلقى شنو اغلبي اللي هو شنو اكتر، يعني 20% او اكتر من 20% من الخلايا عباره عن مايلويد بلاس سيل، اوكي. وكمان ممكن نلقى شنو، قال show more than 20% myeloid blast. Several type of the myeloid blast are identified and leukemias may show more than one type of blast or blasts with hybrid features. يعني بنلقى نشنو انه احنا بنلقى في ال peripheral blood smear يعني في كمية من ال blast cell اللي هي بالتحديد هي هتكون myeloblast. لكن طبعا احنا ما يعني في النهايه لما نجي نعاين ونلقى انه نوع ده من الليوكيميا اندر مايكروسكوب بيوجهنا انه ده الاكيوت ليوكيميا، ما بنقدر نصل للدياجنوز النهائي ونقول انه ده مثلا اكيوت مايلويد ليوكيميا او انه ده اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بالنتيجه بتاعه البريفيرال بلاد. ده ما ممكن، لازم نمشي نعمل كونفيرميشن باذر تيست، وهنعرف الاذر تيست بعد شويه. في البريفيرال اسمير في الحاله بتاعه الاكيوت مايلويد ليوكيميا بنلقى مايلوبلاست. مع المايلوبلاست ممكن نلقى الاور رود اللي هو زي ما هنا واضح، الحاجه اللي هي نيدل لايك استراكشر، ده هنتكلم عنه بعد شويه. برضو نجي نتكلم عن المورفولوجي بتاع المايلوبلاست. المايلوبلاست بنلقى انه شنو، انه بيكون في يعني هو بيكون اكبر من السمول ليمفوسايت بمقدار 3-5 مرات، يعني 3-5 مرات بيكون اكبر من شنو، اكبر من السمول ليمفوسايت. النيوكليير سايتوبلازميك ريشيو بيكون عالي، يعني بنلقى انه شنو، انه زي ما هنا يعني بنلاقي انه النسبه بتاعت النواه اكبر من شنو، اكبر من السيتوبلازم. ضف على ذلك لما نجي النيوكليوس بنلقى انه في فاين نيوكليير كروماتين، وممكن نلقى بروميننت نيوكليولاي، النويات بتكون واضحه لو حوالي 2-4. السيتوبلازم بنلقى انه في يعني شنو، لو قارنا كميه السيتوبلازم مقارنه بالليمفوبلاست، يعني السيتوبلازم الموجود في المايلوبلاست مقارنه بالليمفوبلاست، هنلاقي انه كميه السيتوبلازم في المايلوبلاست اكبر. ضف على ذلك بنلقى انه في سيتوبلازم ممكن نلقى فاين ازيروفيليك بيروكسيديز بوزيتيف جرانيولز.
الأول روتس اللي بتكون موجودة دي عبارة عن شنو؟ قال they are distinctive azerophilic needle-like structure of varying length and width. يعني بنلقى إنه الأول رود ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن azerophilic needle-like structure. يعني structure بيشبه النيدل هو بيكون azerophilic. بيختلف من ناحية length والwidth. وهو بيمثل شنو؟ بيمثل استفاف غير طبيعي وإنه بيحصل كريستاليزيشن بصورة غير طبيعية للأزيروفيليك جرانيولز اللي هي عبارة عن بيروكسيديز بوزيتيف. وأكتر حاجة بنلقى إنه الأور روتس دي بتكون موجودة في شنو؟ في الحالة بتاعت الأكيوت مايلويد ليوكيميا ام 3 اللي هو الأكيوت برومايلوسيتيك ليوكيميا. يعني بنلقى إنه شنو؟ في الحالة دي بنلقى إنه في كمية كبيرة من الهايبر جرانيولر برومايلوسايد بتحتوي على كمية كبيرة من الأور رود. والخلية دي زي ما قلنا قبل بنسميها بالفاجود سيل. الفاجود سيلز دي يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن برومايلوسايد لكن شنو فيها هايبر جرانيوليشن وفيها أور رودز بكمية كبيرة شديد. فوجود الأور رودز من ضمن الحيات اللي شنو يعني؟ الحيات المميزة للمايلويد ديفرنشيشن. هنا على كده عندنا البليتلتس. البليتلتس بيحصل فيها نقص بصورة شنو يعني شنو فاريبل، يعني في درجة النقص بيكون مختلف اللي هو بيكون حوالي انه بيكون في يعني moderate to severe thrombocytopenia. وده اللي بيؤدي لي طبعا انه شنو انه يكون في ريسك بتاع bleeding tendency من الميوكوزا او من السكين. كذلك عندنا السيتوكيميكال ستين بالنسبة للمايلوبلاست. قال إنه المايلوبلاست بتتسبق وبتكون بوزيتيف مع المايلوبيروكسيديز إنزيم ومع السودان بلاك بي ستين. ضف على ذلك للمونوبلاست ستين أو المونوبلاست بتسبق لنا بشنو؟ بالنون سبيسيفيك ستيريز. نجي بعد كده نتكلم عن البوميرو. البوميرو من ناحية السيليولاريتي بنلقى إنه هو بيكون ماركت لشنو؟ هايبر سيليولار ديو تو بريفريشن اوف بلاست. يعني السيليولاريتي بتاعته عاليه شديد. ليه؟ لانه شنو؟ لانه بيكون في زياده في البرودكشن بتاع البلاست اللي بيعمل استبدال لشنو او اللي بيحل محل النورمال هيماتوباتيك سيلز. الاريثروبويزيس ماركت للسبريس. يعني بنلقى انه العمليه بتاعت الاريثروبويز او البرودكشن بتاع الريد بلود سيلز بيحصل له سبريشن، ايقاف بصوره واضحه شديده وتثبيط بصوره واضحه شديده، عشان كده بيكون في انيميا. عندنا المايلوبويزيس برضو بنلقى انه في سبريشن في المايلويد ماتوريشن. والمايلوبلاست بيمثل اللي هو شنو على حسب كلام الدبليو اتش او 20% اكتر من 20% من الميروسيل. الميجاكاريوبويزيس بنلقى انه الميجاكاريوسايتس هي بتقل، عشان كده البليتلتس ذاته بتقل. ضف على ذلك قال شو ميجاكاريوسايتس يوجوالي شو ديس ميجاكاريوبويزيس ان ذا فورم اوف ذا مونو بليت اور هايبر لوبيوليت فورمز. يعني بنلقى انه برضو بيحصل abnormalities في الميجاكاريوسايد، والabnormalities دي بتظهر في شكل شنو؟ انه هي في النواة بتكون هي مونولوبيوليت او بتكون يعني هايبرلوبيوليت، يعني في لوبيوليزيشن بصورة بسيطة شديد في شكل بتاع مونو او يكون في زيادة في اللوبيوليزيشن. ده بلود فيلم بوضح لينا شنو الاكيوت مايلويد ليوكيميا. الخلايا دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مايلوبلاست. وهنا كمان يعني في الخلية الفوق بالذات يعني فيه الأورود واضح شديد. وحتى يعني لما بعدين نجي نقارنه مع الليمفوبلاست بنلقى انه كمية السيتوبلازم في المايلوبلاست اكتر مقارنة بشنو؟ بالسيتوبلازم بتاع الليمفوبلاست. لكن برضو زي ما قلنا البريفرال بلود اسمير انا ما من خلاله ممكن اطلع لي نتيجة واقول انه جزول ده عنده اكيوت مايلويد ليوكيميا بكل الثقة. لا، لازم امشي اعمل اذا كونفيرماتوري تيست اللي هو زي انه مثلا احنا نلقى للحكاية بتاعت السيتوكيميكال ستين. عندنا تاني البيوكيميكال فايندين. البيوكيميكال فايندين بنلقى انه في زيادة في السيروم يوريك اسيد اللي هو الهايبر يوريسيميا، بيكون في هايبر كاليميا اللي هو زيادة في السيروم بوتاسيوم، بيكون في زيادة في الفوسفيت اللي هو الهايبر فوسفيتيميا. الثلاثة حاجات دي بنلقى انه بيحصلوا نتيجة ليش؟ شنو نتيجة؟ لانه بيحصل لايسس للليوكيميك سوس. تاني على كده عندنا هايبوكالسيميا، انه بيحصل ديكريز في الكالسيوم اللي موجود في السيروم نتيجة لانه في هايبر فوسفيتيميا. ضف على ذلك بنلقى انه شنو؟ انه عندنا شنو قال سيرم لايسوزايم انكريست سبيشالي ان مونوسيتيك سب تايبس. يعني في سيرم لايسوزايم بيزيد في الحاله بتاعت شنو؟ في الحاله بتاعت المونوسيتيك سب تايبس اللي هم اكيوت مايلويد ليوكيميا ام 4 و5.
كذلك بنلقى انه شنو انه في بوزيتيف فيبرين ديجريديشن برودكت وفي ديكريز في الفيبرينوجين, يعني الفيبرينوجين بيقل وبيكون في زياده في الفيبرين ديجريديشن برودكت. الفيبرينوجين بيقل ليه؟ لانه شنو بيبلغوا انه بيحصل حاله بتاعه برايمري فيبرينولايسيس. الفيبرينوجين ده بيتحول لفيبرين, واحنا عارفين الفيبرين ده بيكون بيحصل له بريك داون وبيكون بيدينا منه بيتم انتاج الفيبرين ديجريديشن برودكت. عشان كده بيكون في فيبرين ديجريديشن برودكت, والكلام ده بيكون واضح تشي في الحاله بتاعه الاكيوت مايلويد ليوكيميا ام 3 اللي هو البرومايلوسيتيك اكيوت برومايلوسيتيك ليوكيميا. ليه الكلام ده بيحصل اصلا؟ يعني زي ما قلنا ام 3 ده بيكون الشخص معرض للدي اي سي. ليه؟ لانه قال شنو برومايلوسايتس ريليز تيشو فاكتور لايك سبستانس. يعني بنلقى شنو انه البرومايلوسايد هو بيطلع لنا تيشو تيشو فاكتور لايك سبستانس, يعني ماده هي بتشبه التيشو فاكتر. واحنا عارفين التيشو فاكتر بيعمل induce الكلود فورميشن باي اكسترنسيك باثوي. التيشو لايك فاكتر ده حينشط فاكتر 7 بعد داك 7 وهم الاثنين هيعملوا لين تنشيط لفاكتر 10 هيقوم يمشي يشتغل مع الكو فاكتر 5 بوجود الكالسيوم والفوسفوليبيد, هيقوم يحولوا لين البروثرومبين لثرومبين, والثرومبين هيحولوا لين الفيبرينوجين لفيبرين, وهكذا القصة هتستمر. ضف على ذلك بنلقى انه شنو بما انه في دي اي سي, يعني في النهاية هنصل لأنه الفيبرينوجين بيتحول لفيبرين, والفيبرين ده منه حيتم إنتاج الفيبرين ديجراديشن برودكت لما يحصل فيبرينولايسيس, فبالتالي حيقل برضو شنو كمية الفيبرينوجين الموجود في البلازما. عندنا تاني الاميونوفينوتايبين. قال شنو the leukemic cells express cell surface and cytoplasmic antigens which can be detected by using monoclonal antibodies. يعني الاميونوفينوتايبين الفكره بتاعته شنو انه نحنا بنعمل شنو بنعمل ديتكشن للليوكيميك سيلز عن طريق شنو, يعني بنلقى انه اصلا الليوكيميك سيل دي هي عندها في السيرفيس بتاعها اللي هو شنو سيل سيرفيس اند سيتوبلازميك انتيجين. الانتيجينات دي احنا بنقوم بنجيب مونوكلونال انتيبوديز اجينست ات, تمام. ففي الاميونوفينوتايبين بيكون في مونوكلونال انتيبوديز اجينست الانتيجين اللي ذكرناهم ديل, وبنقوم بنعمل لهم ديتكشن بالتكنيك ده. الاميونوفينوتايبين ده قال شنو بيفيدنا متين اللي هو شنو وين مورفولوجيك اند سايتولوجيك فيتشرز كان نوت ديفرينشيتد ذا تايب اوف ذا ليوكيميا. يعني بنلقى انه لما الاميونوفينوتايبين ده احنا بنلقى له, ولما شنو لما جينا عملنا اللي هو شنو يعني درسنا المورفولوجيكال كاركترستيك والسايتوكيميكال كاركترستيك بتاع المايلوبلاست, ولقينا انه شنو انه ده ما ميز ليا انه ده فعلا اكيوت مايلويد ليوكيميا ولا انه هو اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا, فبنقوم بنلجأ للاميونوفينوتايبين. فعموما استخدام الاميونوفينوتايبين لشنو؟ اول حاجه عشان نميز ما بين الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا والاكيوت مايلويد ليوكيميا. الحاجه الثانيه في الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا برضو بنستخدمه عشان نميز انه الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا هو في تبع البي والتي سيل اوريجين. ضف على ذلك بنلقى انه شنو الاميونوفينوتايبين ده ممكن نعمله باي تو تكنيك, ايذر باي اميونوسايتوكيمستري, وهنا في الطريقه دي قال شنو اللي هو البريفيرال بلود او البومر اسمير بنسبقه باستخدام المونوكلونال انتيبوديز. وكذلك ممكن الاميونوفينوتايبين يتعمل عن طريق الفلو سايتومتري. نجي بعد كده نتكلم عن بعض من اليوسفول بانيل اوف ذا مونوكلونال انتيبوديز اللي بنستخدمهم عشان نميز ما بين الاكيوت مايلويد ليوكيميا والاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. فكمثال في الحالة بتاعت الأكيوت مايلويد ليوكيميا هنلقى إنه شنو هنلقى إنه بيكون هو بوزيتيف مع السي دي 13 والسي دي 33 اللي هم عبارة عن مايلويد سيل أنتيجينز, ونيجاتيف مع الأذر أنتيجينز اللي بيكونوا موجودين في شنو في التي سيل وفي البي سيل. أوكي اللي هو بيكون نيجاتيف مع السي دي 19 والسي دي 22 والسي دي 2 و3 و5 و7. بينما في الأكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا اللي هو البي لاينج بنلقاه إنه طبعا هيكون نيجاتيف مع المايلويد سيل أنتيجين, ولأنه هو بي بيكون بوزيتيف مع البي سيل أنتيجينز اللي هو برضو مع السي دي 10 و19, وبرضو بيكون بوزيتيف مع السي دي 22 اللي هو تبع البي سيل أنتيجينز اللي هو البي ليمفويد سيل أنتيجين. عندنا تاني الأكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا تي سيل لاينج, هنا بنلقى إنه هو طبعا هيكون نيجاتيف مع المايلويد سيل أنتيجين لأنه ما عنده علاقة, هو ما بيعمل إكسبريشن للمايلويد أنتيجين, لا هو بيعمل إكسبريشن للتي ليمفويد أنتيجين اللي هما سي دي 2 و3 و5 و7, وما بيعمل إكسبريشن للبي ليمفويد أنتيجين, عشان كده بيكون نيجاتيف برضه مع الحيات بتاعت البي ليمفويد أنتيجين اللي هما سي دي 10 و19 و22. نجي نتكلم بعد كده عن السيتوجينيتكس. السيتوجينيتكس قال شنو السيتوجينيتك اناليسيس از فيري امبورتنت ان ذا دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اوف ذا اكيوت مايلويد ليوكيميا.
يعني نلاقي انه سايتوجيناتيك مهم شديد في شنو في التصنيف بتاع ال WHO بالنسبة للأكيوت مايلويد ليوكيميا. فالفكرة بتاعتهم شنو قال؟ particular chromosomal abnormalities correlate with certain clinical feature. يعني بنلاقي انه شنو انه في بعض من التغيرات اللي بتحصل على مستوى الكروموزوم عندها علاقة مع شنو مع بعض من الكلينيكال فيتشرز. فكمثال عندنا شنو عندنا البلانسد كروموزومال ترانسلوكيشن اللي بيحصل لي ما بين الكروموزوم 8 او 21 او الانفيرشن اللي بيحصل في الكروموزوم رقم 16 او الترانسلوكيشن اللي هو بيحصل في الكروموزوم 15 و 17 ده اللي بيكونوا عندهم علاقة مع شنو مع الاكيوت مايلويد ليوكيميا اللي بيكون جاي شنو arising دي نوفو in young adults. يعني ما بيكون في ريسك فاكتور كده واضح في اليونج ادلتس فبيكون عندهم اكيوت مايلويد ليوكيميا. لما نمشي نعمل لهم السيتوجينيتيك بنلقى ان هم كانوا عندهم كروموسوم الابنورماليتيز من الوحدين اللي ذكرناهم ديل. ضف على ذلك قال شنو اكيوت مايلويد ليوكيميا which follow myelodysplastic syndrome or exposure to DNA damaging agents. يعني برضو قال شنو commonly have chromosomal abnormalities like deletion or monosomies involving chromosome 5 and 7 with and are without chromosomal translocation. يعني ببساطة الأكيوت مايلويد ليوكيميا اللي شنو اللي حصل ليبيش كان عنده مايلودسبلاستيك سيندروم أو حصل ليبيش يتعرض ل DNA damaging agent زي الشيموثيرابي أو الراديشن ثيرابي ديل قال إنه شنو ديل برضو بيكونوا عندهم بعض من الكروموزومال أبنورماليتيز زي شنو زي الديليشن أو إنه يكون فيه مونوسومي في الكروموزوم رقم 5 و7 لكن شنو ما بيكون عندهم كروموزومال ترانسلوكيشن. كذلك قال انه شنو انه في الالدري الاكيوت مايلويد ليوكيميا بيكون عنده علاقه بانه بيحصل ديليشن في الكروموزوم اللي هو ال 5q و 7q اللي هو يعني انه شنو انه في الحاله بتاعت الاكيوت مايلويد ليوكيميا في الالدري بيحصل ديليشن في الكروموزومز بالتحديد في شنو في اللونج ارم بتاع الكروموزوم 5 واللونج ارم بتاع الكروموزوم 7. البروجنوزس عموما قال شنو يعني في يعني بنلقى انه شنو انه الاكيوت مايلويد ليوكيميا بيكون هو شنو وارس بروجنوز البروجنوز بتاعه بيكون سيء شديد مقارنة بالاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. ضف على ذلك بنلقى انه شنو انه في الاكيوت مايلويد ليوكيميا الجاشنو سيتوجينيتيك ابنورماليتيز ان ايج ار ذا ميجر بروجنوستيك ديترمينانتس. يعني عشان احنا نحدد البروجنوز بتاع المرض انه المرض ده حيكون ممكن الشخص ده يتعالج منه ولا حيمشي لحالة سيئة فده احنا بنحدده بناء على العمر بتاع البيشن وبناء على السيتوجينيتيك ابنورماليتيز. كده خلصنا الكلام عن الاكيوت مايلويد ليوكيميا. نجي بعد كده نتكلم عن الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا او ما يعرف بالاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. الأكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا بنلقى انه عبارة عن شنو is a group of neoplasm consisting of immature precursor pre-B or T lymphocytes known as lymphoblast. يعني بنلقى انه شنو انه هو نوع من المجموعة من النيوبلازم او تيومرز اللي بيحصل فيه شنو بيحصل فيه حكاية بتاعت تجمع او بيكون فيه proliferation بشنو في الاماتور بروجينيتر سلس اللي هو بتاع البريكيزر اللي هو البريكيزر بتاع البي او تي لينفوسايتس اللي هو الليمفوبلاست. يعني اذا بالحالة بتاعت الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا بنلقى انه بيكون في ابنورمال بروليفريشن للليمفوبلاست. اوكي الليمفوبلاست ده ممكن يكون في الاوريجين بتاعه تبع التي سل او تبع البي سل. عموما كون ان احنا نعرف التي ليمفوبلاست هو في الاوريجين بتاعه بري تي او بري بي مورفولوجيكال ما ممكن الكلام ده عشان كده قال لك مورفولوجيكال it is difficult to distinguish malignant بري بي and بري تي ليمفوسايت. عشان كده احنا ما ممكن اندر مايكروسكوب نقول انه والله ده ظاهر عليه انه هو عباره عن تي اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا او انه ده عباره عن بي سل اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. الكلام ده ما ممكن اندر مايكروسكوب. لازم نمشي نعمل اميون فينوتايبين عشان نعمل سب كلاسيفيكيشن للاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. عموما عندنا الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا وعندنا الاكيوت عندنا تاني الليمفوما مرات لا او لازم نفرق بينهم. الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بنلقى انه فيه وبيحصل بريفريشن للليمفوبلاست في البومر. يعني بيكون في كميه كبيره من شنو من الليمفوبلاست في البومر وفي البريفيرال بلود ده اللي احنا بنسميه بقى الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. اما في الحاله بتاعت الليوكيميا سوري الليمفوما بنلقى انه شنو قال بيحصل برايمري انفولفمنت اوف ذا ليمف نودز اور اكسترا نودال سايتس باي ليمفوبلاست. يعني الليمفوبلاست هي بتكون وين بتكون في الليمف نود وفي الاكسترا نودال سايتس
اللي هو ده بنسميه بقى الليمفوبلاستيك ليمفوما. حوالي 85% من الأكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا عبارة عن شنو؟ عبارة عن تيومرز of the precursor B cells which are primarily seen in childhood and present as acute leukemias. يعني بنلاقي إنه 85% من الحالات بتاعت الأكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بتحصل في شنو؟ على مستوى البي سيل بريكيزر. الحالة الثانية إنه شنو؟ إنه الأكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بتاع البي سيل ده ذاته أغلبية الكيسز بتحصل في الأطفال، اللي هو بتظهر في شكل بتاع شنو؟ أكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. بينما 15% الثانية الفضلت دي من الحالات بتاعت الأكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا هي بتكون الأصلي بتاعها الأبنورماليتيز بتكون حاصلة وين؟ في البريكيزر بتاع التي سيل، وبيظهر أكتر شيء بشنو؟ في الألدري ميل، اللي هو في الميلز اللي بيكونوا خلاص عجزوا، وبيظهر في شكل بتاع الليمفومس، وبيحصل انفلوبمنت للميديستينوم اللي هو بالتحديد في الثايموس. نجي بعد كده نتكلم عن الموليكولر باثوجينيسيس. قال شنو؟ ليوكيميا like any cancer is multiple step process and single mutation are not enough to produce acute lymphocytic leukemia. يعني الليوكيميا هي زيها وزي أي كانسر، هي شنو؟ هي ملتي ستيب بروسيس، يعني ما في يعني عامل واحد فقط هو شنو هو اللي بيكون بيؤدي لانه يحصل المرض، لا، انما شنو يعني ما بنلقى انه في طفره واحده فقط ممكن يسبب المرض، لا، لازم يعني شنو هو ملتي ستيب بروسيس، يعني في كميه من الميوتيشنز هي اللي ممكن بتحصل مع بعضها البعض وبتقوم بتزيد من الريسك بتاع حدوث اللي هو شنو حدوث الاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. فبنلقى إنه شنو؟ إنه في حوالي 90% من الأكيوت الليمفوسيتيك ليوكيميا بيكون فيه شنو؟ نيوميريكال أو استركشورال كروموزومال أبنورماليتيز، يعني بيكون في تغير على مستوى الكمية بتاعت الكروموزوم أو بيكون في تغير على مستوى الاستركشور بتاع الكروموزوم. فالنيوميريكال أبنورماليتيز المقصود بها شنو؟ قال most common is hyperploidy or hypoploidy. الhyperploidy المقصود بها شنو؟ قال chromosomal abnormality in which the chromosome number is greater than the normal diploid number. يعني هو نوع من الchromosomal abnormality طبعا النيوميريكال اللي هو الكم. فبنلقى انه شنو؟ انه الكمية بتاعت الكروموزوم بيكون اكتر من شنو؟ من النورمال ديبلويد نمبر، فبالتالي بنلقى انه الكروموزوم كميته بيكون اكبر من 50، في حين انه الهابلويد بيكون العكس، يعني بيكون في ديكريز في شنو؟ في الكروموزوم نمبر، وبيكون اقل من شنو؟ من النورمال ديبلويد نمبر. اما الاستركشورال ابنورماليتي بالنسبه للكروموزوم بنلقى انه شنو؟ انه ممكن يحصل بالانسد كروموزومال ترانسلوكيشن بتضم لي الفلاديلفيا كروموزوم، لكن ده يعني ما بيحصل في اغلبيه الكيسز الترانسلوكيشن اللي هو انه يكون في الجين بتاع الفلاديلفيا كروموزوم ويقوم يعرض الشخص للاكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا. اوكي، ده يعني لو حصل بيحصل في شنو؟ يعني لما المرض يتفاقم مثلا ويصل لللاست ستيج اوف كرونيك ليوكيميا. اوكي، most chromosomal abnormalities dysregulate the expression and function of transcription factors involved in in development of normal P and T cell. يعني بنلقى نشان أغلبية الchromosomal abnormalities اللي بتحصل دي بتأدي لإنه يكون في شنو؟ في خلل في التنظيم بتاع الexpression والfunction بتاع transcription factor. يعني transcription factor اللي بتساهم في النورمال ديفلوبمنت بتاع البي والتي سيل بصوره طبيعيه ديل بيحصل فيهم خلل من ناحيه الوظيفه، خلل في الاكسبريشن بتاعهم. ليه؟ لانه شنو؟ لانه حصل كروموزومال ابنورماليتي. فكمثال قال انه شنو؟ انه اغلبيه التي اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بيحصل فيها ميوتيشن في جين معين اللي هو شنو؟ الان او تي سي اتش 1 جين. الجين ده احنا بنحتاجه عشان يحصل ديفلوبمنت للتي سيل، بينما اغلبيه البي اكيوت ليمفوسيتيك ليوكيميا بيحصل فيهم ميوتيشن في الجين اللي هو شنو؟ البي اكس 5 والاي 2 اي والاي بي اف، اللي هم دول يعني عباره عن جينات بيلعبوا دور في البي سيل ديفلوبمنت. مرات بيحصل بالانس ترانسلوكيشن ما بين الكروموزوم 12 و 21 اللي هو بالتحديد بيكون في الجين بتاع التي اي ال والاكيوت مايلويد ليوكيميا 1 جين. في النهاية الميوتيشنز الطفرات اللي بتحصل دي بتأدي لأنه يحصل proliferation without maturation، يعني الخلايا دي بتتكاثر وبتزيد في الأعداد بتاعتها لكن شنو؟ without maturation، ما بيحصلها maturation. بعد كده نجي نتكلم عن clinical features of acute lymphoblastic leukemia من ناحية الأج والسكس. نلقى إنه شنو؟ أول حاجة الأكيوت lymphoblastic leukemia زي ما قلنا أكتر شيء بيحصل في الأطفال، تمام، وبيحصل في شنو يعني عموما عنده توبيك بالنسبة للإيج. يعني في نوع
او في يعني most commonly اغلبيه الحالات بتحصل في شنو في الناس او في الاطفال اللي عمرهم من سنه لخمس سنين, وفي second big بيحصل في الادلتس اللي هم اعمارهم في الرينج بتاع 30 ل 40 سنه. اوكي, وحتى بنلقي انه شنو انه الاكيوت لمفسيتيك ليوكيميا عنده سلايت ميل بريدومينانس, يعني بيحصل اكثر شيء او بيحصل يعني في زياده طفيفه في شنو في تعرض الميل للاكيوت لمفسيتيك ليوكيميا اكثر من الفيميل. الاونست هو بيكون شنو ابروبت, يعني المرض ده بيحصل بصوره مفاجئه. اوكي, لما نجي للسيبتومز بنلقى زي ما قلنا برضو هو زي الاكيوت اكيوت مايلويد ليوكيميا في انه شنو في انه اغلبيه السيبتومز عندها علاقه بانه بيحصل سبريشن للبوم مارو فانكشن, يعني البوم مارو فانكشن بيكون ما قادر يؤدي الوظيفه المطلوبه منه نتيجه اللي انه حصل له انفلتريشن بواسطه الليمفوبلاست. اوكي, والسيبتومز دي بتتضمن لانه في سيبتومز نتيجه لانه في انيميا, في سيبتومز نتيجه لانه في نيتروبينيا, في سيبتومز نتيجه لانه في ثرومبوسايتوبينيا. دفع لذلك بنلقى انه شنو قال in addition to general features of acute leukemia, acute lymphocytic leukemia may be present with, يعني بنلقى انه شنو غير ال general features بتاعت ال acute leukemia as general, الناس اللي عندهم ال acute lymphocytic leukemia بيكونوا عندهم lymphoadenopathy, وده بيحصل بحوالي اغلبية الكيزز اللي هو حوالي 75% من البيشن بيكونوا عندهم lymphoadenopathy. كذلك بيحصل hepatosplenomegaly, وبنلقى السبلينوميجالي تضخم في الاسبلين بيكون اكثر شيوعا من الهباتوميجالي. كذلك بيحصل ميدستينال ماس اللي هو شنو بيكون في يعني ميدستينال ثايميك ماس, والماس ده بيقوم بيعمل شنو ضغط على البلوت فيزلز والايرويز اللي موجوده في الميدستينم, اللي هو الميدستينم ده بيتكون لنا زي ما عارفين من الهارت والاورتا والايسوفاجوس والثايمس والتراكيا, وده كمان اكتر شيء شائع في شنو في الحاله بتاعه التي اكيوت لمفسيتيك ليوكيميا. كذلك ممكن يحصل تاثر على مستوى السي ان اس اللي هو سنترال نيرفس سيستم, فنقوم نلقى انه الليوكيميك بلاست دي وصلت للمنينجز, وده بيحصل اكتر شيء في شنو في الحاله بتاعه البي اكيوت لمفسيتيك ليوكيميا, وبرضه بيحصل حاله بتاعه تستيكولار انلارجمنت. نجي نتكلم بعد كده عن اللابوراتوري فايندينجز. في البريفرال بلود بنلقى انه شنو انه التوتال وايت بلس كاونت بيكون في الرينج بتاع شنو 20 ل 200 في 10 اس 9 بير لتر. في بعض من الفيو كيزز ممكن نلقى الكاونت ده نورمال او يكون ناقص. عندنا حاله بتاعه صب ليوكيميك ليوكيميا وعندنا اي ليوكيميك ليوكيميا, الاثنين في نقطه اتفاق وفي نقطه بتاعه اختلاف بينهم. الاثنين بتميزوا بانه شنو انه التوتال وايت بلس سيل كاونت فيهم بيكون اقل من شنو اقل من 4 في 10 اس 9 بير لتر, لكن الفرق شنو في الحاله بتاعه الصب ليوكيميك ليوكيميا في البريفرال بلود بنلقى انه في كميه بسيطه شديد من البلاست, اما في الحاله بتاعه الليوكيميك ليوكيميا ما بيكون في اي بلاست في البريفرال بلود. فبالتالي التشخيص بيعتمد على شنو على انه انا اشيل عينه من البومرو بعدك اعمل اكزامينيشن للبومرو اللي هو السبيسيمن ده واجي القى بحيث انه اجي القى انه شنو انه في 20% او اكثر او اكثر من 20% من الميروسوس عباره عن بلاست. اما بالنسبه للمستوى بتاع الهيموجلوبين فهو بيحصل فيه ريدكشن بصوره واضحه شديد, اللي هو يعني مستوى الهيموجلوبين ممكن يوصل ل 3 جرام بير ديسيليتر. كذلك عندنا البريفرال اسمير اللي هو البريفرال بلود بريشر, هنلقى الار بي سيز بتكون يعني نورمستيك نورم كروميك سيل لانه في نورمستيك نورم كروميك انيميا وفي وايد بلس سيل كاونت هو اصلا بيكون زايد في اغلبيه الحالات وزياده واضحه شديد. في بعض من الكيزز ممكن نلقى فيه بانسايتوبينيا قالوا. اوكي, البلاست زي ما قلنا ممكن يحل محل شنو محل النورمال مايلويد سيريز ويقوم يسبب نيتروبينيا. كذلك عندنا الليمفوبلاست, واحنا عارفين انه شنو انه بناء على WHO كريتيريا محتاجين انه البلاست يكون 20% او اكثر من 20% من الخلايا بتاعه الميروسولز عباره عن بلاست عشان نشخص ونقول انه ده عباره عن اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. كون انه نحن طبعا نميز ما بين البي والتي سيل انه يعني الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا ده هل هو تبع البي ولا تبع التي سيل, ما بنقدر نميز بالمورفولوجيك فيتشرز اندر مايكروسكوب, لا بنميز بشنو بي سبيسيفيك ماركرز عن طريق الاميون فينوتايبين. فنجي نتكلم عن المورفولوجي بتاع الليمفوبلاست. الليمفوبلاست بنلقى انه هو اول حاجه برضه هو اكبر من السمول ليمفوسايت, الحاجه الثانيه نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو عالي, ولو جينا للنيوكليوس بنلقى انه الكروماتين بيكون كوندنس يعني كومباكت كده,
والنيوكليولاي يا بيكون ما في اصلا او ما بيكون واضح زاده. السيتوبلازم بنلقاه انه هو شنو اسكان تو مودريت اي جرانولار بيزوفيليك سيتوبلازم، يعني هو اول حاجه الحين بنلاحظه انه السيتوبلازم بتاع الليمفوبلاست اي جرانولار، في حين انه بتاع المايلوبلاست كان فيه جرانوليشن وهو بيزوفيليك. ضف على ذلك بيكون كميته يعني بسيطه الى شنو لمودريت. البلاتلتس طبعا بيكون في ثرومبوسايتوبينيا، وده اللي بيؤدي لانه يكون في ريسك بتاع بليدين تندنسي من او انه يحصل بليدين من الاسكين ومن الميوكوزا. نجي نتكلم بعد كده عن السيتوكيمستري بتاع الليمفوبلاست، بنلقى انه شنو انه الليمفوبلاست بتكون بوزيتيف مع البريوديك اسيد شيف، اوكي، وكذلك بيكون نيجاتيف مع المايلوبيروكسيداز. المايلوبيروكسيداز ده بيكون بوزيتيف هناك في مع المايلوبلاست زي ما عارفين، وبيكون برضو نيجاتيف مع السودان بلاك بين. تعالى على كده عندنا البومرو، لما نجي نشيل عينة من البومرو ونعمل اكزامينيشن من ناحية السيليولاريتي، البومرو بيكون هايبر سيليولار لانه هو بنتج كمية كبيرة من البلاست اللي زي ما قلنا ده بيحل محل النورمال هيماتوبويتك سل. الإيريثروبويزيس بيقل بصورة واضحة شديدة، عشان كده بيكون في شنو في حكاية بتاعت تعرض الشخص للنورمستيك نورمكراميك انيميا. والمايلوبويزيس برضو بيقل، اوكي. الميجاكاريوبويزيس برضو بيقل. البلاست بنلقى انه البلاست بتمثل 20% إلى 100% يعني 20% لحد كل الخلايا، يعني اللي هو 100% من الخلايا بتاعت البومر عبارة عن شنو، عبارة عن بلاست. الليمفوبلاست قلنا انه شنو عملوا له ديسكريبشن مورفولوجيكالي ناس الفاب، يعني الفاب كلاسيفيكيشن، هم قسموا الأكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا L1 و L2 L3 بناء على شنو، على الشكل بتاع الليمفوبلاست زي ما ذكرنا قبل. الإميونوفينوتايب الفكرة شنو قال، A specialized DNA polymerase called deoxynucleotidyl transferase is expressed by pre-B and pre-T lymphoblast and is positive in acute lymphoblastic leukemia. يعني بنلقى إنه شنو، إنه في specialized DNA polymerase بيعرف بشنو بالTDT اللي هو deoxynucleotidyl transferase، ده بيحصل له expression بواسطة شنو، بواسطة pre-T والpre-B cell اللي هو pre-T cell وpre بي ليمفوبلاست، وبيكون بوزيتيف مع شنو، مع الماركر ده في الحاله بتاعه الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. ده فيلم بيوضح لنا شنو، بيوضح لنا الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا، وده عباره عن الخلايا الموجوده هنا لو لاحظنا بنلقى ان كلها عباره عن شنو، عباره عن ليمفوبلاست، اوكي. وزي ما قلنا من البريفيرال بلاد احنا ما بنقدر نميز بينهم كده بصوره واضحه، وما حتى لو ميزنا يعني برضو ما حنطلع نتيجة نقول إنه زول عنده أكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا، لا لازم نمشي نتأكد بالسيتوكيميكال ستين بالإميونوفينوتايبين وهكذا. عموما قال شنو، distinction between acute lymphocytic leukemia of precursor B and T cell origin requires lineage specific marker، يعني كون إنه عشان نحنا نميز ما بين الأكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا اللي حاصلة في التي سيل لاين أو اللي حاصلة في البي سيل لاين، محتاجة لشنو، لأنه نحنا نستخدم لاينج سبيسيفيك ماركرز، يعني ماركرز معينة بتكون موجودة في التي سيل وماركرز معينة بتكون موجودة في البي سيل. فبنلقى إنه شنو، إنه الإيماتشور بي سيل هي بتكون عندها البان بي سيل ماركر اللي هو بتكون عندها السيدي 19 والسيدي 10، أوكي، اللي هم السيدي 10 والسيدي 19 اللي هم بسموهم بشنو، بالكومون أكيوت ليمفوبلاستيك أنتيجين، أكيوت ليوكيميا أنتيجين. عندنا تاني البريكيزر تي أكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا سيلز بيكون بوزيتيف مع شنو، مع سيدي 2 وسيدي 5 وسيدي 8. البايوكيميكال فايندين بنلقى انه بيكون بزيادة في اليوريك أسيد في البلد، وبيكون بزيادة في السيروم بوتاسيوم، وبيكون بزيادة في السيروم فوسفيت، وديل زي ما قلنا عندهم علاقة بشنو، بانه بيحصل لايسيس ليوكيميك سل، فبالتالي بيحصل ريليز للبرودكتس بتاعته الانتروسيلولار ايونز. الهايب وبرضه بيحصل هايبوكالسيميا نتيجة لانه في ديكريز في السيروم كالسي، سوري اللي هو ديكريز في السيروم كالسيوم نتيجة لانه في زيادة في الفوسفيت. ال LDH اللي هو اللاكتيت ديهيدروجينيز انزيم ده بيزيد نتيجة لانه شنو، انه في زيادة في التيرن اوفر بتاع الليوكيميك سل. برضو احنا بنحتاج لانه احنا نعمل CSF examination cerebrospinal fluid examination، ده عشان نشوف انه هل حصل وصول لل CNS، يعني المرض وصل لل CNS ولا لا. البروجنوزيس بتاع المرض زي ما قلنا برضو بيعتمد على شنو، بيعتمد اول حاجة على المرحلة العمرية للشخص في المرحلة بتاعت أو في الفترة بتاع تشخيص المرض، وبيعتمد على التوتال ليكوسايت كاونت قدر كم، وبيعتمد على السيتوجينيتيك أبنورماليتيز.
بلاقي إنه 95% من الأطفال بيحصل لهم complete remission، يعني اللي هو شنو، يعني بيحصل اختفاء لشنو للمرض حوالي بصورة كاملة في حوالي 95% من الأطفال، أوكي؟ وبنلقي إنه شنو، إنه 75-85% من الأطفال بتعالجوا حاليا بشنو، بال available chemotherapy. بكده خلصنا الكلام عن الأكيوت ليوكيميس، وإن شاء الله نتلاقى في الجزء الثاني من الورشة الجاية اللي هو حنتكلم فيها عن الكرونيك ليوكيميس.